السلام عليكم، أهلا بكم في نشرة أخبار العاشرة مساء من تلفزيون سلطنة عمان، وفي أبرز عناوينها: مجلس الأمن يصوت بالإجماع على مشروع قرار لدعم وصول المساعدات الإنسانية في سوريا. البرلمان الأوكراني يعلن عزل الرئيس فيكتور يانكوفيتش ويقرر إجراء انتخابات رئاسية جديدة مايو المقبل. إسدال الستار عن فعاليات مهرجان مسقط 2014. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس دونالد راموتار رئيس جمهورية غيانا التعاونية بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب فيها جلالته عن أطيب التهاني والتمنيات لفخامته ولشعب بلاده الصديق. كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى جلالة السلطان حاجي حسن البلقية سلطان بروناي دار السلام بمناسبة العيد الوطني لبلاده. ضمنها جلالة السلطان المعظم خالص تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة ولشعب بلاده الصديق باطراد التقدم والنماء. أقر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بالإجماع قرارا لدعم وصول المساعدات الإنسانية في سوريا، وتضمن القرار تهديدا باتخاذ خطوات إضافية في حالة عدم الالتزام بما ورد به، ويطالب القرار بتسهيل جميع الأطراف بالسماح بممر إنساني سريع وآمن ومن دون عوائق لوكالات الأمم المتحدة وشركائها بما في ذلك خطوط الجبهة وعبر الحدود، إضافة إلى رفع الحصار عن المناطق السورية التي تعاني من تبعات القتال، كما يدعو إلى وقف فوري لكل الاعتداءات على المدنيين بما فيها القصف الجوي خاصة البراميل المتفجرة. وأيدت القرار روسيا والصين اللتان كانتا تحصنان الحكومة السورية من اتخاذ قرارات في مجلس الأمن الدولي طوال الحرب الأهلية المستمرة منذ 3 سنوات، وكان البلدان استخدما حق النقض الفيتو ضد 3 مشاريع قرارات تدين الحكومة السورية وتهددها بعقوبات محتملة. نفذ الطيران الحربي السوري سلسلة غارات على بلدة يبرود ومحيطها في منطقة القلمون الاستراتيجية شمال دمشق بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المرصد إن الطيران المروحي ألقى براميل متفجرة في محيط يبرود التي تعتبر آخر نقطة تجمع رئيسية في القلمون لمقاتلي المعارضة. وفي الجنوب أفاد المرصد بغارات جوية نفذها الطيران السوري على مناطق في مدينة درعا وبلدات المزيريب وعتمان وطفس وتل الشهاب واليادودة. على صعيد آخر، سيطر مقاتلون أكراد اليوم على بلدة استراتيجية في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا بعد معارك عنيفة مع مسلح العراق والشام. لقي عدد من العسكريين اللبنانيين مساء اليوم مصرعهم في انفجار وقع عند جسر العاصي في منطقة الهرمل. وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن شخصا فجر نفسه عند حاجز للجيش، مما أدى إلى مقتل عدد من العسكريين وإصابة 5 آخرين. أعلن البرلمان الأوكراني عزل الرئيس فيكتور يانكوفيتش لاتهامه بالتقصير في أداء مهامه، وقرر إجراء انتخابات رئاسية جديدة في 25 مايو المقبل. ووافق على عزل الرئيس 328 نائبا خلال التصويت الذي أجراه البرلمان الأوكراني اليوم. من جانبه أعلن الرئيس الأوكراني فيكتور يانكوفيتش عدم استعداده للاستقالة من منصبه، مؤكدا أنه لن يوافق على القرارات
الأخيرة للبرلمان، ومن بينها الإفراج عن زعيمة المعارضة يوليا تيموشينكو والدعوة لانتخاب حكومة ائتلافية جديدة. وانتخب البرلمان الأوكراني في وقت سابق ألكسندر تورتيشينوف رئيسا جديدا له بعد أن صوت له 282 نائبا من أصل 450 خلفا لفلوديمير ريباك الذي قدم استقالته اليوم. أعلن رئيس الوزراء الجزائري عبد الملك سلال أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قرر الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 17 من أبريل 2014. وأشار البيان إلى أن الرئيس بوتفليقة قرر الترشح للانتخابات الرئاسية تلبية للمطالب الشعبية، وأنه سيبدأ غدا الأحد في جمع التوقيعات القانونية. وانتخب بوتفليقة أول مرة رئيسا للجزائر في العام 99، وأعيد انتخابه عامي 2004 و2009. لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في انفجار قنبلة زرعت على جانب أحد الطرق بإقليم بونز شمال غرب باكستان. وعلى صعيد متصل أعلن مصدر أمني عن مقتل 9 مسلحين على الأقل في قصف لمروحيات عسكرية باكستانية على مخابئ لطالبان في قرية ثال بإقليم هانغو، حيث يتمركز المسلحون المرتبطون بطالبان والقاعدة. أسدل الستار اليوم على فعاليات مهرجان مسقط 2014 الذي انطلق في 23 من الشهر الماضي وبتنظيم من بلدية مسقط. وبلغ أعداد زوار فعاليات المهرجان في حديقتي العامرات العامة والنسيم وشاطئ الحيل أكثر من 200,000 زائر، إلى جانب طواف عمان وفعاليات الفروسية والحفلات الغنائية. المهرجان هذا العام تميز بتنوع فعالياته التي لامست أغلب شرائح المجتمع عن طريق عرض باقات متنوعة من الأنشطة والفعاليات، كما اهتم المهرجان بتنمية مهارات الأسر العمانية المنتجة لتحقيق مردود مادي لهذه الفئات من المجتمع بإقامة المعارض المختصة للأسر المنتجة. في محافظة مسندم تستعد الفرق المشاركة في سباق الطواف العربي للإبحار الشراعي للمرحلة السادسة من مراحل السباق، وانطلقت اليوم من محافظة مسندم إلى ولاية المصنعة لمسافة 278 كيلومترا في هذه المنافسات للإبحار الشراعي. وتم يوم أمس تكريم الفرق الفائزة بالمرحلة الخامسة من السباق التي امتدت من رأس الخيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ولاية دبا بمحافظة مسندم. وشهدت مراحل السباق في نسخته الرابعة تنافسا كبيرا بين الفرق المشاركة. استعراض آخر المستجدات الطبية في مواجهة الحالات الطارئة كان محور المؤتمر الطبي حول الحوادث والطوارئ بمحافظة الداخلية، والذي نظمه مستشفى سمائل بمشاركة نحو 500 طبيب والفئات الطبية الأخرى. مؤتمر الحوادث والطوارئ في نسخته الثالثة يحمل عنوان مع المجتمع لعلاج الحالات الطارئة، ويتيح الفرصة أمام الفئات المشاركة لتبادل الخبرات الطبية والوقوف على آخر المستجدات في عالم الطب وعلاج الحالات الطارئة. هذه المؤتمرات العلمية والملتقيات العلمية تثري بطريقة كبيرة لتعزيز الفهم، ثم بعد ذلك أن تعكس كل هذه المعلومات الجديدة في الأداء اليومي في المستشفيات وكذلك في المراكز الصحية، وما يخدم في نهاية الأمر المريض وسرعة وصوله إلى الصحة التي نسعى لها جميعا. التقى في هذا المؤتمر حوالي 500 مشارك من الأطباء والفئات الطبية المساعدة من مختلف المؤسسات الصحية بالسلطنة، يناقشون حالات الطوارئ الشائعة لدى الأطفال
وإسعاف الحالات الطارئة وتشخيصها وحالات الغرق والجوانب القانونية في هذه الحالات. هناك بعض الأجهزة استعرضت في هذا المؤتمر، الأجهزة الجديدة حقيقة، هذه الأجهزة تساعد في عمل التشخيص الأولي والسريع. في بعض الأجهزة خلال 5 دقائق 10 دقائق ممكن تعطيك معلومات كثيرة عن حالة المريض، وبالتالي تساعدنا في عملية العلاج وعملية التشخيص. وجاءت العروض المرئية داعمة لما قدم في المحاضرات النظرية، وكذلك المعرض والذي شارك فيه مستشفى سمائل وإدارة الدفاع المدني بمحافظة الداخلية أوضح جوانب حالة الطوارئ وآلية التعامل معها وفق الأساليب الصحية. المؤتمر كشف عن وسائل علمية ومتطورة في التعامل مع حالات الطوارئ والحوادث. يعقوب بن خلفان الدابي من مقر جامعة نزوة محافظة الداخلية. نشرتنا مستمرة من تلفزيون سلطنة عمان وتتابعون فيها بعد الفاصل. باب بيت القفل من مفردات التراث العماني لأهالي الجبال بمحافظة مسندم. مجلس الأمن يصوت بالإجماع على مشروع قرار لدعم وصول المساعدات الإنسانية في سوريا. البرلمان الأوكراني يعلن عزل الرئيس فيكتور يانوكوفيتش ويقرر إجراء انتخابات رئاسية جديدة مايو المقبل. إسدال الستار عن فعاليات مهرجان مسقط 2014. معرفة أفضل، ممارسة أفضل، شعار المؤتمر الوطني لإدارة الحوادث والطوارئ الذي نظمه مستشفى إبرا بمحافظة شمال الشرقية بالتعاون مع الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف. التقرير التالي يقربنا من فعاليات هذا المؤتمر. المؤتمر الوطني لإدارة الحوادث والطوارئ بولاية إبرا جاء مؤكدا على مدى حرص المعنيين بوزارة الصحة على مثل هذه البرامج الإنمائية الصحية التي من شأنها الارتقاء بالعمل الصحي في السلطنة وتعريف المختصين في المجالات الطبية ذات الصلة بموضوع المؤتمر بكل ما هو جديد في هذا المجال. هذا المؤتمر يتضمن عدة أشياء اللي هي زيادة في المعرفة، في الخبرات، مناقشة عدة مواضيع عن كون كيفية استقبال المرضى بخاصة لهم الحوادث. المؤتمر شهد مشاركة قرابة 400 مشارك يمثلون الفئات الطبية والطبية المساعدة والمسعفين والعاملين بمجال الحوادث والطوارئ في مختلف المؤسسات الصحية، التقوا جميعا لرفع جودة العمل في طب الحوادث والطوارئ من خلال صقل مهارات الطواقم الطبية المشاركة في المؤتمر وبث الوعي بين فئات المجتمع. هذا المؤتمر شعاره كان أفضل معرفة لأفضل ممارسة، اللي يختص هو عمل هو زيادة الكادر المعرفة للكادر الطبي عشان نحصل أفضل ممارسة للحوادث والحالات الحرجة بالطوارئ.
المؤتمر اشتمل على 3 جلسات نقاشية تضمنت تقديم 12 ورقة عمل قدمها عدد من الاستشاريين من كلية الطب بجامعة السلطان قابوس والمستشفى السلطاني ومستشفى النهضة ومستشفى إبرة حول الرعاية الطبية العاجلة المقدمة للمصابين قبل الوصول إلى المستشفى وكيفية نقل المصابين وتصنيف الإصابات وعلاج الصدمة الناتجة عن إصابات الحوادث المرورية. المؤتمر يعد من المصادر التي تسهم في رفع المستوى الوظيفي لدى العاملين في القطاع الصحي من أجل الرقي برعاية المرضى وكافة المجتمع في المستشفيات. المؤتمر يعد إضافة جديدة إلى جملة المؤتمرات الوطنية الصحية التي تعنى بالمجالات الطبية المختلفة، وسيخرج هذا المؤتمر بالعديد من التوصيات التي من شأنها تحسين الجودة في طب الطوارئ. سعيد بن سيف الحبسي، ولاية إبرة، محافظة شمال الشرقية. مجمع المحاكم يعد أحد المشاريع التنموية الحديثة بمحافظة البريمي. انتهى العمل بمجمع المحاكم الذي من المؤمل أن يسهم في الرقي بالخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة. بتكلفة إجمالية بلغت 3,787,931 ريال عماني، انتهي العمل مؤخرا من مشروع مجمع المحاكم بمحافظة البريمي، والذي يعد صرحا معماريا ذو هندسة جميلة ماثلة على مدخل المحافظة. جاء هذا المشروع ليضم بين جنباته محكمتي الاستئناف والابتدائية ومباني منفصلة لقسم التركات والتنفيذ، بالإضافة إلى قاعة الانتظار ومكاتب أخرى متنوعة و4 قاعات محاكمة مهيئة لتناسب الحضور والعديد من المرافق الخدمية الأخرى. هذا يعطي دفعة قوية حقيقة للعمل القضائي، ويسهل كما قلنا للقائمين على الأعمال القضائية وكذلك للمراجعين المتقاضين من حيث وجود السعة الكافية والمكان الواسع ووجود مكاتب متخصصة لأعضاء السلطة القضائية من خارج المحاكم كأعضاء للدعاء العام، وكذلك مكاتب لأفراد الضبط من الشرطة، وبالجانب الآخر وجود أيضا مكاتب خاصة للمحامين وقاعات خاصة للمراجعين سواء الذكور منهم والنساء. المبنى مجهز بأحدث الخدمات والتقانة العلمية وأنظمة الشبكات المعلوماتية ومواقف مناسبة للمراجعين، كما أنه مجهز بصالات انتظار واسعة للرجال والنساء والمحامين ومكاتب للشرطة والإدعاء العام بشكل منظم يعكس جمالية المشروع. مجمع المحاكم بمرافقه المختلفة بمحافظة البريمي سيساهم في تسهيل الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات في ظل التقنية الحديثة. سلطان بن خميس اليحيائي، محافظة البريمي. بمشاركة واسعة من المهتمين بالهجن العمانية الأصيلة، أقيمت ببلدة دوت فعاليات المهرجان الثاني لمزاينة الإبل في ولاية ضنك بمحافظة الظاهرة. تتباهى بجمالها وشموخها وعنفوانها، وتهنئ صاحبها بحصولها على المركز الأول في مهرجان المزاينة. والله الفوز هذا يعطينا دافع على أن نهتم في الإبل أكثر من هذه الطريقة، ونتمنى إن شاء الله الخير مستقبل. 7 أشواط لمهرجان المزاينة الثاني جمعت المفاريد والحجاج واللقايا والإيداع والثنايا والحول للنوك المشاركة في هذا المهرجان. مسابقة المزاينة للإبل تضمنت اختيار الأجمل من النوك المشاركة من حيث جمال الرأس والغارب والسنام وشكل الناقة. إذا كان رأسها بارز وجميل جدا تطلع المطية في الأوائل دائما، في الأوائل دائما يكون الرأس وجمال الخد وجمال الرقبة هي مقدمة المطية يعني بشكل عام. ولولا الدعم من قبل الحكومة ما رأيت الاهتمام موجود من المواطنين. مرت عليهم فترة من الزمن كان الإبل تقريبا شبه مهمولات إلا في بعض الأحيان يعني في بعض الأحيان. مهرجان المزاينة الثاني شهد مشاركة واسعة لأصحاب الهجن من ولاية ضنك، الذين أكدوا على أهمية هذه المهرجانات في الحفاظ على هذه الموروثات العمانية الأصيلة. احنا هذا اليومين نعيش كيوم عيد أمانة يعني،
بلدنا كأنه يوم عيد معانا من حيث الجمهور حضورهم تفاعل كثير جدا جدا، لأنه هذا عم يستوي ولاية الضنك يمكن أول مزاينة تصير معانا. أما مسك الختام فقد توجت الهجنة المشاركة بالمراكز الأولى والتي أكدت حضورا وتنافسا كبيرا بين النوق المشاركة في هذا المهرجان الثاني. تعد هذه المهرجانات فرصة جيدة للتعريف بما تزخر به السلطنة من نوق عمانية أصيلة عرفت منذ القدم ولا زالت حتى اليوم. محمد بن سعيد العلوي، بلدة دوت، ولاية الضنك، محافظة الظاهرة. افتتحت بجامعة ظفار أعمال المؤتمر الوطني الأول لأبحاث وتدريس اللغة الإنجليزية، ويهدف المؤتمر الذي يستمر 3 أيام وتنظمه جامعة ظفار بالتعاون مع مجلس البحث العلمي إلى تقييم ومناقشة قضايا التعليم والأبحاث بما يخدم تدريس اللغة الإنجليزية في مدارس وجامعات السلطنة. يتضمن برنامج المؤتمر 40 ورقة عمل موزعة بشكل متوازن على 3 محاور أساسية على مدى أيام انعقاد المؤتمر، حيث يقوم بتقديمها محاضرون من جهات تعليمية مختلفة تضم وزارة التربية والتعليم وجامعة السلطان قابوس وجامعات نزوة وصحار وظفار وكليات التقنية والكليات التطبيقية والتمريض. رعى افتتاح المؤتمر سعادة الدكتور هلال بن علي الهنائي أمين عام مجلس البحث العلمي. أعلنت الهيئة العامة للكهرباء والمياه أن شركة صحار للطاقة تعتزم القيام بأعمال الصيانة الدورية لمحطة صحار والتي تغذي بالمياه محافظتي شمال وجنوب الباطنة إضافة إلى محافظة البريمي. وسوف تتوقف المحطة لفترتين تستغرق كل منهما 3 أيام، وستبدأ المرحلة الأولى من صباح يوم الأربعاء 5 مارس المقبل وتنتهي في مساء يوم السبت 8 مارس. أما المرحلة الثانية فستبدأ بعد 11 يوما من انتهاء أعمال المرحلة الأولى. استطاع مواطن هاو لتربية الحيوانات منذ صغره تحويل مزرعته إلى حديقة حيوانات مع مرفقات ألعاب التسلية والسباحة، ولكنه يطمح إلى تطويرها بشكل أكبر لتكون متكاملة المرافق. كاميرا الأخبار زارت المنتزه في ولاية بركة بمحافظة جنوب الباطنة. قدم هذا الطفل برفقة والديه للاقتراب أكثر من عالم الحيوان هنا في منتزه النعمان بولاية بركة في محافظة جنوب الباطنة، الذي يعد الأول من نوعه في السلطنة وتتواجد به أصناف كثيرة من الحيوانات والطيور. دخلنا شفنا المكان، ما شاء الله المكان كثير جميل، وخاصة اليوم ما شاء الله الجو حلو بعد. في ذلك مرينا على الأقسام مال الحيوانات والطيور، كل المكانات ما شاء الله طيبة. هواية تربية الحيوانات والاعتناء بها هي التي دفعت أحمد البلوشي إلى إقامة هذا المشروع الذي يحتوي على مرافق لألعاب التسلية والسباحة. عندي هواية من صغري تربية الحيوانات، فطبعا اشتريت مزرعة خاصة لي في منطقة النعمان وجمعت بعض من الحيوانات الأليفة وشياء طيور هذه العجات، فسمحت للناس أن يزوروا المنتزه المزرعة، قاموا يتوافدوا يوميا أسبوعيا على المكان، فشفت المكان زحمة يعني يحتاج لي مكان أوسع وأجمل عشان أنظمه وأرتبه يكون مرتب بطريقة صحيحة. مقاصد زيارة المنتزه من الزوار تعددت، حيث استغلت هذه المعلمة وجود هذا التنوع الأحيائي الصغير فجاءت بطلابها ليتسنى لعقولهم التعرف بواقعية أكبر على أصناف الحشرات والزواحف والأسماك ليكون درسا عمليا يترسخ في أذهانهم. I did see horse. Only horse? No. No. Sheep. Sheep, you see. And lion. Lions. And tiger. Tigers. Then? You see birds? Yeah. How many birds you see? Many? Yeah. Yeah. Which bird you like most? All. طموح تطوير هذا المنتزه ليصبح حديقة حيوانات متكاملة المرافق والأدوات هو ما يسعى إليه صاحب المنتزه. حديقة الحيوانات هذه ستتيح الفرصة إلى شرائح المجتمع من أجل الاقتراب من عالم الحيوان أكثر،
ولكن بتفعيلها ومساندتها من قبل الجهات المعنية ستكون ذو فعالية أكثر مما هي عليه الآن. خالد بن سعيد العبري، ولاية بركة بمحافظة جنوب الباطنة. وننتقل الآن إلى أهم الأخبار الاقتصادية مع زميل سامي أولاد ثاني. النشرة الاقتصادية برعاية أنا أقدم لعائلتي دائما دجاج الصفاء الطبيعي والشهي طازج ونقي. دجاج الصفاء 100% طبيعي وشهي، 100% عماني وحلال. الصفاء اختيارك الطبيعي الصحي والشهي. الصفاء. شكرا يعقوب، مساء النور مشاهدينا واهلا بكم الى الاخبار الاقتصادية. وزراء مالية مجموعة العشرين يفشلون في توصل لاتفاق على معدل النمو العالمي في اليوم الأول من اجتماعهم باستراليا. شهد مطار مسقط الدولي وصلالة خلال شهر يناير من العام الجاري ارتفاعا ملحوظا في حركة المسافرين والشحن الجوي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013. وذكرت الإحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني أن عدد المسافرين عبر مطار مسقط الدولي بما فيهم المحولون والترانزيت ارتفع بنسبة 13%، حيث بلغ إجمالي المسافرين بنهاية الشهر الماضي 780 ألف مسافر، في حين ارتفع عدد المسافرين القادمين بنسبة 12%. كما ارتفع عدد المسافرين المغادرين عبر مطار مسقط الدولي بنسبة 15%، حيث بلغ عددهم 383 ألف مسافر. كما شهد مطار صلالة ارتفاعا في حركة المسافرين بنسبة 22%، حيث بلغ إجمالي عدد المسافرين 68 ألف مسافر حتى يناير 2014. بلغ عدد المواطنين الذين تم تشغيلهم في القطاع الخاص هذا الأسبوع 1340 مواطنا وفقا لعقود العمل المعتمدة. وأفاد مؤشر حركة التشغيل الأسبوعي للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بأن قطاع الإنشاءات مثل ما نسبته 36% من المشغلين، فيما بلغت النسبة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة نحو 20%، ووصلت في قطاع الصناعات التحويلية 12%. إنتاج السلطنة من النفط الخام يتوقع أن يصل بنهاية العام الجاري ما بين 940 ألف برميل يوميا إلى 950 ألف برميل يوميا، أكد ذلك سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز، مضيفا أن إنتاج الغاز للسلطنة يصل حاليا إلى حدود 80 مليون متر مكعب، كما يتم استيراد ما بين 5 إلى 7 ملايين متر مكعب من مشروع الدولفين لتغطية الاستخدامات المحلية من الغاز. كما تقوم وزارة النفط والغاز بشكل مستمر بالتوقيع على اتفاقيات الاستكشاف والتنقيب، حيث من المتوقع أن تقوم خلال العام الحالي بالتوقيع على ست اتفاقيات في المناطق المفتوحة وعرض بعض المناطق للتسويق. فشل وزراء مالية مجموعة العشرين في التوصل لاتفاق على معدل نمو عالمي مستهدف خلال اليوم الأول من اجتماعهم الذي انطلق بسيدني، كما يناقش الاجتماع السياسات النقدية والمخاوف من ضعف النمو الاقتصادي. خلال اليوم الأول من اجتماع دول مجموعة العشرين في العاصمة الأسترالية سيدني، أخفق وزراء مالية الدول المشاركة في التوصل إلى اتفاق على معدل نمو عالمي مستهدف، ومن المتوقع أن يؤخذ القرار في اليوم الثاني من الاجتماع يوم الأحد بحسب ما صرح مسؤول كبير بوزارة المالية اليابانية. وقال المسؤول الياباني إن تحديد هدف رقمي يشير إلى طموحات المجموعة، ولكنه ليس هدفا قاطعا ملزما. وأضاف أن خطة أستراليا تقوم على بلورة معدل نمو مستهدف الآن، ثم تضع كل دولة خطة عمل واستراتيجيات نمو تعلن أثناء قمة مجموعة العشرين في نوفمبر المقبل.
ويؤيد الاتحاد الأوروبي تحديد معدل نمو اقتصادي مستهدف لدول مجموعة العشرين شريطة أن توافق تلك الدول على تنفيذ إصلاحات جريئة. والمناقشات بشأن النمو المستهدف تعتمد على دراسة لصندوق النقد الدولي لفرص تعزيز النمو بمقدار 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا فوق التوقعات الحالية. ويجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة العشرين في استراليا يومي السبت والأحد لبحث سبل تعزيز النمو الاقتصادي العالمي من خلال التركيز على الاستثمار والقدرة التنافسية والتجارة والتوظيف. ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.4% لتسجل ثالث ارتفاع أسبوعي على التوالي، مدعومة ببيانات أظهرت انخفاض مبيعات المنازل في الولايات المتحدة. وبلغ سعر أوقية المعدن النفيس 1327 دولارا، ويتوقع محللون اقتصاديون أن تنخفض أسعار الذهب في الفترة القادمة مع توقعات بانتعاش الاقتصاد الأمريكي، مما يعزز قوة أسواق الأسهم ويضعف من جاذبية الذهب كملاذ آمن. مشاهدينا، انتهت أخبارنا الاقتصادية. عودة إليك يعقوب وبقية أخبار النشرة. النشرة الاقتصادية برعاية أقدم لعائلتي دائما دجاج الصفاء الطبيعي والشهي طازج ونقي. دجاج الصفاء 100% طبيعي وشهي، 100% عماني وحلال. الصفاء اختيارك الطبيعي الصحي والشهي. الصفاء. شكرا سامي. يعتبر باب بيت القفل من الأبواب القوية المصنوعة من شجرة السدر، وله قفل صنع بطريقة دقيقة لا يدركها إلا أهالي الجبال بمحافظة مسندم. التقرير التالي يكشف سر قفل الباب وطريقة فتحه وإغلاقه. بيت القفل وهو متعدد الأغراض، ربما يراه البعض غريبا، لكن الأغرب منه هو القفل الموضوع على بابه والمصنوع من شجرة السدر. قفل الباب مصنوع بطريقة هندسية دقيقة، وعملية فتحه ليست سهلة، فهي بحاجة إلى من يدرك سر القفل من الداخل، وبالتالي فهو يتخيل حركة هذا الجزء المصنوع من الحديد والمعروف باسم العلق على المزلاج. الباب هذا طال عمرك يعمله الشحوح ربنا في منطقة ليبال، سبب أن شكل الخازن يعني يسووا البيوت فيها الحب، يسووا فيها الإيش، يسووا فيها المئيشة، ويسووا الهبيب هذا من خشاب من حطاب مال سدر، ويقفلوا ليه طال عمرك يعني يتنقلوا من دير لدير من دير لدير. هذا سمونهم تم بهذا البيت، سمي بيت القفل بيت الجبال، وقفلوا عليه طال عمرك وشلوا المفتاح وخبوه بمكان آخر. ليه مفتاح من الحديد يهده ويبطله. الباب وزنه ثقيلا، يصنعه المتخصصون من كبار السن. الحضارة في البناء قللت من الحاجة لمثل هذه البيوت الآن، وبالتالي قل الاهتمام بها، لكن بقيت رمزا تراثيا يعيد للذاكرة جزءا مهما من التراث العماني الأصيل. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بالعناوين. مجلس الأمن يصوت بالإجماع على مشروع قرار لدعم وصول المساعدات الإنسانية في سوريا. البرلمان الأوكراني يعلن عزل الرئيس فيكتور يانوكوفيتش ويقرر إجراء انتخابات رئاسية جديدة مايو المقبل. إسدال الستار عن فعاليات مهرجان مسقط 2014. شكرا لكم، في أمان الله.